على كل الاحوال يعني هي سيناريوهات مباراه العوده، يعني ما اعرفش، انا شخصيا شايف ان فرصه النادي الاهلي في الصعود تعتبر فرصه كبيره مش قليله. وخلينا ناكد يعني ان ده امر واقع، لعيبه النادي الاهلي عندهم افضليه، يعني ان هم على الاقل هيلعبوا على اكتر من احتمال، اولهم انه طبعا ان النادي الاهلي يكسب، وده وارد جدا جدا نظرا لحاجات كتير، يمكن اهمها الفوارق الفنيه ما بين فريقنا والفريق المنافس. احنا افضل بكتير ونقدر نسجل في المغرب وباريحيه. تاني احتمال ان احنا نخرج بالتعادل باي نتيجه ايا كانت، والاحتمال الثالث يعني لا قدر الله اننا نخسر بنفس النتيجه 2-1، وقتها طبعا هنلعب وقت اضافي وبعديها ضربات جزاء ترجيحيه. فلازم لاعبتنا ما توصلناش للمرحله دي، لازم اللعيبه يكونوا عارفين ان هم مسافرين عشان يعني يلعبوا الماتش اللي جاي ده على اكتر من احتمال. وافتكر ان احنا عندنا يعني القدره الكافيه للتعامل مع المواقف اللي من النوع ده، لان هي عدت على لعيبتنا كتير. وبالمناسبه لازم كمان اكيد الجهاز الفني ولا سيما مستر بيتسو موسيماني لازم يبقى لهم يعني ايه تصرف نفسي شويه، لازم يعرفوا يتعاملوا نفسيا مع اللعيبه في المرحله دي، لان هم مسافرين وهيواجهوا ضغط جماهيري كبير جدا في ملعب محمد الخامس. جماهير كمان المغرب زي ما حضراتكم اكيد عارفين جماهير ما يقلوش حماسه لفرقهم زينا احنا كمان، وده شيء طبيعي جدا ومنطقي ومشروع. يعني صحيح احنا يعني هم عندهم فرصه على مش عارف فكره ان هم ممكن يعني بنتيجه هدف واحد يعني يكفيهم للتاهل، لكن مليون في الميه اكيد هيعملوا حساب برضو للعيبه النادي الاهلي، لان لعيبتنا تقيله وان شاء الله يكونوا قد المسؤوليه وعند حسن توقعاتنا ليهم باذن الله.